بعد مقابلة الهانم في مقر الرئاسة ورضاها عنك. وإحنا اتفقنا على كل حاجة. فاهم يعني ان انت قبل ما تيجي مصر عرفت عنها كل حاجه؟ احنا مش عايزين نرد الشر بالشر يا حاج. وما نرده له ازاي يا ست منى؟ مش بكلام جرانين، لا، واحده بواحده بالفعل. وهكسب يعني هكسب، وانا اللي ياخد حقي اخد عمري. مبروك عليكم مجلس الشعب، لازم نضمن حقنا حتى لو كان الحزب نفسه. المفروض كان يسيب لنا الشركه. انا اقصد احنا عايزين نوصل لاتفاق، المهم عندنا ان احنا نكون ايد واحده. واخواتك دول اللي كانوا هيبيعوك لو كنت قتلت بنت السباك، يعني خلاص هتعلن جواز.